اهلا بيكو. النهارده هنعمل فنجان للشخص اللي في بالك. هنشوف الفنجان هو بيحمل ليك ايه دلوقتي. بس بالطرق اخدت لكم كروت كده، بحيث برضو لو حروف اسم شخص مثلا مش موجوده او انت مش عارف هل الفنجان ده مناسب ليك ولا لا، فتسمع كارت الطاقه اللي في الاول وبناء عليه تشوف هل الفيديو مناسب ليك ولا لا. هو انت مش في احسن حاله او مش في احسن وضع بالنسبه لك، ممكن تكون ماديا في استقرار او في حاله ماديه كويسه، لكن الحالة النفسية بتاعتك مش أحسن حاجة. ويمكن لو أنت شخص رياضي أو بتمارس رياضة أو كده، تكون دي الحاجة اللي بتحسن المود بتاعك أو بتفرق معاك بشكل إيجابي، فلولا الرياضة مثلا كان ممكن أن أنت تتعصب أو تتضايق. الشخص ده يبدو أنه بعيد عنك قوي، يمكن يكون عنده مسابقة أو عنده شغل أو عنده سفرية أو مؤتمر. ممكن يكون شخص رياضي مثلا لازم يدخل بطولة فبيستعد لها كويس، واستعداده للبطولة ده واخده عنك طول الوقت. هو هنا انت والشخص ده البعض منكم فعلا مرتبطين متزوجين من بعض، والبعض الاخر انتوا زي يعني عندكم نية للارتباط وللزواج، وبرضو في بيجمع بينك وبين الشخص ده حاجة تانية مش بس الناحية العاطفية. اوكي. الابراج الترابية برج الجوزاء والابراج النارية وبرج الحمل والابراج الترابية مرة تانية. طيب فنجان عن الشخص ده هيقول لك ايه دلوقتي او بيحمل ليكو ايه. ربما انت والشخص ده برغم ان في ممكن مثلا عالم يجمعكو او ممكن مشروع زواج او ارتباط يجمع بينك وبينه، لان ان انتوا مش حاسين انكوا قادرين تلاقوا بعض او قادرين تكونوا مع بعض. حتى لو انت والشخص ده وقت سماعك للفيديو عايشين مع بعض في نفس البيت، فكأن في يعني سد منيع بينك وبين الشخص ده، او في حائل دونك ودونه، مش عارفين توصلوا لبعض. ممكن صعوبة اتصال، مش عارفين تتواصلوا، وممكن ان كل واحد فيكم متاخد بشكل او باخر، ان انت نفسيا مش عايز او مش قادر، وان هو برضو مشغول، ان هو في مهمة لازم يقوم بيها او في دور لازم يقوم بيه او في انجاز لازم يحققه. صفقة مثلا لازم انه يركز على الصفقة دي علشان يقدر يكسبها. مثلا شخص مثلا في البورصة او حاجة، فلازم يبقى مركز كويس علشان يقدر ان هو يدي التخمينات صح فما يخسرش في اسهم او كده. فكأن انت في ناحية وهو في ناحية تانية، وكل واحد فيكم زي في اللي مكفيه شوية، وحاسين انه مش عارفين تتلموا على بعض، مش عارفين تكون انت والشخص ده مع بعض. ده الشكل الفنجان بتاعكم، ممكن يبقى ظاهر ليكم لا يعني على حسب. طيب بيقول ايه عن الشخص ده؟ ان برغم المنعطفات الحياة او الطرق الملتوية في الحياة اللي بينك وبين الشخص ده، الا ان في النهاية انت وهو بتقدروا تتلاقوا، ما بيبقاش لقائك انت وهو بسهولة. يعني كأن كل فين وفين على ما تقدر انت والشخص ده تكونوا مع بعض مثلا في الاحضان، او تحضنوا بعض، او تكونوا قريبين من بعض، بتاخد وقت وبتاخد مسافة وزمن ومجهود كبير جدا علشان انت وهو تكونوا سوا. كمان عايز يقولك ان انت بالنسبة له المراية، لما بيقف بيقدر يشوف نفسه او بيقدر يحس ان هو قدام صورة او قدام نسخة حقيقية من ذاته، فبيبقى مبسوط جدا لما بيتكلم معاك، لان انت كشخص بتواجهه بعيوبه اللي هو ممكن يكون بينه وبين نفسه رافض انه يواجهها او رافض انه يعترف بيها. لو انت رقبتك طويلة قوي فالشخص ده معجب بطول الرقبة بتاعتك. اوكي. كمان ممكن انت او هو يكون عندكم مشاكل في الحلق او في شاكرا الحلق او كده. ممكن يكون مثلا الشخص ده برضو تعبين، زوره وجعه، صوته متغير. مثلا ده مدرس بيشرح بصوت عالي فصوته بدأ يروح، مدرب فبيقعد يزعق للطلبة او للمتدربين عنده مثلا، علشان لو هو مدرب رياضي او كده وبيحمسهم، فممكن يكون برضو صوته بدأ يروح. كأن الشخص ده عايز يقولك انه في نار خفية مشتعلة بينك وبينه، وانتوا الاتنين مش بتطفوا النار دي، او انتوا الاتنين مش بتساعدوا بعض على ان الحريقة اللي موجودة دي تتطفى او الوضع الصعب ده ينتهي. فمحتاج يعني ان انت تقف جنبه او ان انت تساعده. وكأنه بيقولك في حد عقرب واقف بيني وبينك، مش بالضرورة ان هو شخص من برج العقرب، لا هو يقصد يعني ان حد بيلدغ كده او بيضع يعني سمه ويبعد مثلا،
او حد بيجي يوقع بينك وبين الشخص ده، يقول لك انت كلام عنه ويقول له هو كلام عنك، فانتوا الاتنين تقعوا في بعض برغم ان ممكن يكون الكلام اللي اتقال ده غلط او مش حقيقي. فكانوا عايز يقول لك ان انت وهو السد اللي بينك وبينه ده، وعدم القدرة انكم تتواصلوا حتى لو انتوا مع بعض، ده مش طبيعي، وان مش المفروض ان علاقتكم تكون كده. مش الطبيعي ان انت وهو تبقى فيه القفلة اللي بينكم دي. هو مش عايز يتجاهلك لفكرة ان في عمل او كده، بس هو حس ان في حاجة غلط، وان مش ده الطبيعي بينكم، ولا ده الطبيعي في وضع وشكل العلاقة بينك وبينه. كمان عايز يقولك ان ممكن فترة البعد، لو هو بعيد عنك او مسافر مثلا، فكأنه بيقولك ان فترة البعد دي ممكن تكون هي المهدئ للعلاقة بتاعتكو، وان كل واحد فيكو يراجع حساباته، وان هو كشخص برضو لو عنده حاجة غلط يراجعها ويقدر يعرف ايه الغلط اللي عمله، ولو في حاجة ممكن يحسن بيها العلاقة فيقدر يعرف ايه اللي ممكن يحسن بيه وضع علاقتكو. عايز يقولك كمان هو تعبان وحاسس انه فعلا مش قادر يشوف الحقيقة، او في نقطة يعني مش قادر يفهم، هو حاسس ان في حاجة غلط وهو مش عارف يفهمها ودماغه تعباه. ويمكن الشخص ده كمان يكون عايز يقولك ان نظره تعبه او عينه وجعته، ومش لاقي حد يتكلم معاه. مش بس كده، ده كمان جسده وجعه، برغم ان هو هنا ظاهر لينا في طاقة كويسة، بس يمكن جواه وجع ومش بيقول، او ما ينفعش يقول، او في اولويات تانية لانه مضغوط، فما فيش وقت للوجع او للألم او للزعل. لازم يلحق حاجة، لازم ينجز، لازم يتحرك، ما ينفعش يفضل راكد او موجود بمكانه، لازم يكون في اكشن. عاوز اقولك ايه كمان، انه هيوازن، هو هيوازن شكل العلاقة، او هيوازن اللي بينك وبينه، بس هو فعلا محتاج مساعدتك، محتاج دعمك، محتاج ان هو لو هياخد خطوة معينة، وان انت مثلا تبقى معاه في الخطوة دي، او تقول له رأيك، ما تسيبهوش كده، او ما ترميلوش الكورة في ملعبه وتقول له اعمل اللي انت عايزه. هو لما بيسألك بيبقى عايز فعلا يسمع رأيك، مش عايزك تقول له اتصرف براحتك او اعمل اللي انت عايزه، عايز ان انت تبقى شريكه وتشاركه في الرأي، حتى لو في قفله بينكو، لا شاركه وقول له انت رايك ايه وانت عايز ايه، حتى لو هو معترض او مش هياخد بده، بس هو محتاج يسمعك، محتاج يسمعك بدون ما تتخانق معاه، بدون ما تتعصب عليه. فعلا حاسه قوي ان انتم ممكن تكونوا متزوجين، او عارفين بعض بقالكوا فتره كبيره. عايز يقولك ان انتوا الاتنين طريقكوا واحد، وان مش هينفع ان انتوا تكونوا طريقين، مش هينفع. هو بيقولك مش هينفع ان يكون في طريق ليك وطريق لي، انتوا طريقكوا واحد، فلازم يبقى معاك في الطريق اللي انت هتختاره، وانت كمان تبقى معاه في الطريق اللي هو هيختاره، وان انتوا تساعدوا بعض لحد ما الفترة التقيلة او الصعبة دي تعدي، او الازمة اللي انتوا بتمروا بيها دي تعدي، لان ممكن يكون في ازمة في علاقتكوا، او ازمة خفية، فاهمين، او خسارة يعني حصلت في حاجة، مثلا خسرته لا قدر الله احد الاطفال، خسرته مادية، خسرته حد من العيلة، صديق، بيت، في حاجة راحت منكو، بشكل او باخر في ازمة حصلت، والازمة دي اصلا اثرت على العلاقة بينكو بشكل سلبي. فاللي هو خلينا نعدي الازمة، او خلينا نعدي الفترة الصعبة دي علشان طريقنا واحد. ربما الشخص ده بيقول لك رسالة تانية برضو، انه ممكن يكون تعب جامد قوي وتعب جسديا ومش قايل لحد، وممكن يكون بيخضع لعلاج او هيخضع لحاجة جراحية، ومش عايز يقول لك او مش حابب ان هو يعرفك حاجة زي كده. يعني كأنه مثلا لا قدر الله هيعمل عملية، وهيعملها من غير ما انت تعرف، عشان ما يقولكش وانت تتضايق او تزعل، بس هو يعني حاسس ان انت فيك اللي مكفيك، وهو كمان فيه اللي مكفيه، فهيستحمل لوحده. يعني قراءة تبدو فيها من الضغط عليكم انتوا الاتنين، كأنكم انتوا الاتنين مضغوطين جامد قوي، او انتوا الاتنين عندكم ما يكفي من المشاعر السلبية او الالم، فمحتاجين ان انتوا تتغلبوا على الشعور السلبي ده، او على طاقة الالم اللي موجودة بينكم وبين بعض، عشان تقدروا تكملوا علاقتكم، او علشان دايرة العلاقة دي تكتمل. وإذا أنت تقدر تطمن على الحالة الصحية للشخص ده، فحاول أن أنت تطمن عليها بشكل أو بآخر، لأنه ممكن يكون
مش في احسن وضع او مش في احسن حاله صحيه. خليني اخد لكم كده رساله. طيب قبل ما اقفل معاكم، اتعلم اكتر عن القصص العائليه وعن التاريخ. فعلا انتوا عندكم مشكله في لو انتوا متزوجين، فصدقوني في عائق بين، في سد بينك وبين الشخص ده، مش عارفين في حلقه مفقوده في علاقتكم، محتاجين تقربوا من بعض كأسره، كصداقه، كاتنين لازم يكونوا دورهم لدور بعض في دعم، كعلاقه فيها من الموده والرحمه. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله على خير بفيديوهات تانية. اذا كانت القراءه دي منطبقه عليكم في التعليقات وشاركونا رايكم، والى اللقاء ان شاء الله بفيديو جديد. كونوا بأمان. باي باي.